هيك كانت خطتك؟ تخبطي فيه انتي وماشية؟ يي علينا عزو، انا ما كان عندي خطة يعني، بس النتيجة مش الحال. انتي بتهمك النتيجة او الطريقة؟ هالرجال شلون ما فهم يعني؟ الرجال غبي لدرجة فظيعة، يعني لو كان عنده ذرة مخ كان فهم اني خدعته بتمثيل المقرف هاد، بس يا حسرة، الرجال بيفكروا بشي تاني غير عقله. مو معقول فعلا هيك. اسمعي هالكلام ها، والله ما عم بفهم. هيك 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 شو بتقصد بلعبة بشعرات بهالطريقة الغليظة؟ يا حسرة، كل ما فكرت باللي عملتي بتطل خواصري والله. لو شفت بعيوني ما بقدر. ليش يا رفيقتي لكون ما بقدر اعمل هيك حركات؟ ان شاء الله احكي لنا مرة تانية. يلا استغفر الله العظيم. يلا امانة يلا. ايه طيب اسمعوا، انا واقفة على الزاوية يا شباب وعم راقب حيسه من هني. المهم بس شفته طلع هيك بوشي مثل الممثلات، لزقت بكرشه الكبير ورجعت لورا مترين ورا الضغط تبع كرشه. بعدين لقينا هيك مثل ما بيعملوا بالافلام، تغنجت عليه هيك وعملت له حركات الدلوعة هاي. لما قال لي الزلمة إن البضاعة طلعت من السجن فوراً فهمت المكان يلي فيه الإخت قدرت. أنا قلت لازم خبرك بهالشي لا تساوي اللازم. شكراً لك، خد البضاعة. بدك تشتري بضاعتك يا بيك؟ أنت شو دخلك؟ أنا قلت خدها. اتصل فيه وخبره إنك حليت الموضوع وعطيه المصاري بكرة، فهمت؟ تمام يا بيك، رايح فوراً. حبيبتي أنا لازم خبرك بشي ضروري، لأنه لازم تعرفي هالشي ما دامك موجودة هون. قدرت بتكون مرة كتير خطيرة كتير. أنا مو قلت لك أني تعرضت لحادث صغير هون قبل؟ الحقيقة ما كان هيك الموضوع، قدرات خلتهم يضربوه. شو؟ أمي؟ تمام ما عم تمام. صدق اهدي، ما صار شي يا روحي. كيف؟ أمي ليش؟ ليش؟ هددتني فيكي أنتي، مشان هيك أنا عم أسألك. إيجام قولي الحقيقة، بترجاكي تقولي. في حدا هددك من برات السجن أو حدا عم يلاحقك؟ لو سمحت، لو سمحت اتركني بترجاك. ما عاد تشوفي قلب مرة تانية. الله يخليك الله يخليك، لا تهتمني لا تهتمني. ليش سكت؟ ليش سكت؟ ما صار شي من هاد. عن جد أمي ما صار شي ابنه. لو صار كنت خبرتك فورا. كل السجينات وقت الاستراحة بلش. وقت الاستراحة بلش. يا بنات اطلعوا لبرا. يلا يلا. الشغل تبعك خلص مع المعزرة، المبلغ اللي طلبتيه أودعته بالبنك، رح أبعت لك صورة الوصل بعد شوي. يس ممتاز. أهلين بالمديرة. كثير طالعة شي. المديرة ميليس بجلالة قدرة طلعت شم هوا معنا. أي والله يا قدرة.
ألف مبروك يونغا. على شو ميليس خانون؟ اتصلوا من المشفى، قال كلفة علاجك خلص اندفعت. أنا؟ كيف؟ طيب كيفك صار؟ يعني مين هو فاعل الخير يلي بده يدفع هيك مبلغ كبير مثل هذا مشان هي المشفى بالله؟ والله في فاعل خير ما حب يقلنا مين هو ودفعهم كلهم. وليش بقى؟ ما عطى اسمه؟ أنا ما فهمت شي. انتي ما فهمت شي؟ ايه روحي هلأ يلا، ولما ترجعي بشرح لك كل شي كلمة كلمة وحرف حرف، ماشي؟ يونغا يلا أمي، الإجراءات بديت وأنتي لازم تجهزي حالك. انتو بتخجلوا على فكرة، يلا نلعوا من وشي لشوف، لا تخلوني المحكم ها، نلعوا من هون يلا. ولك انتو خزيتوني. اسمعوني كلكن كتير منيح، أنا بدي ذكر الكل هلأ إنه لازم تعرفوا منيح مين بتكون قدرات. على الأغلب ما أنا شربانة دواها اليوم. يلا روح، هي بتخبركم يلا. شو بك خلص؟ اليوم بدي احكي مع حبيبي ناطرة تليفونه، ما لحق ينحبس، طلع بثلاث ايام. شو بكي انتي؟ ما عم تحكي معي بنوب؟ ما فيني شي. الو قلب، صرت بدي اقلت لك اكثر من مره، بس اتصل فيك انا بترد فورا، فهمت؟ في مشكله يا امي؟ في لهيك عم بتصل فيك. بعت لي قسم من البضاعة فورا. ما بعت لك مباري، بس البضاعة انسرقت، لازم تبعت لي بضاعة غيرها وبسرعة. هالشي مستحيل. اسمعني لشوف. مستحيل اساسا، نحن ربحنا من برا. امي مو كنتي دايما تقليلي خليك عراس عملك واهتم بشغلك؟ تركيني اشتغل. ليش يا غبي، انا ما عم بشتغل هون كمان. امي حبيبتي انتي عم تضيعي الوقت هنيك، عم تبعتي مصاري لبرا؟ ها بعد هلا بابا ما عاد موجود. في أنا. يعني أنت عم تنتقم من أمك مو هيك؟ لا أنا بس عم اشتغل شغلي، وأنت اشتغلي شغلي، ما تسمحي لهم يسرقوكي. بسيطة، أنا بورجيك يا ولد، أنا رح ورجيكم كلكن وبكرة بتشوفوا منيح. ألو وجدي، هلأ اجى الوقت، فهمت علي مو هيك؟ منيح، عم انتظر خبر منك، ناطرة تليفون. بوصيلي حفيدي، يلا بار. ألو حبيبي، وأخيرا اسمعني، أنا اشتقت لك كتير كتير. ها قول. اليوم حبيبي، يا ريتك قلت لي شو يلي لازم أعمله بالضبط، بس لو قلت لي. طيب طيب لا تعصب فورا. إيه فهمت فهمت، عم أقول لك فهمت. استنى، إيه ليش بدك تسكر فورا؟ ايه تمام، أساساً عقلك وتفكيرك بالشغل بس. اسمعني، انت وعدتني رح نتزوج بس اطلع ما فهمت يا بنت، وعدتني. يلا لا تلتهي وانتبهي على شغلك. ايه وانا 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 مرحبا يا أختي. أهلين.
هدي لشوف، وبس يجي الوقت يا مروة بتخلصي على هديك البنت. يا أختي شو هاد؟ شو هاد؟ مو شايفة؟ ما بقدر أعمل هيك شي أختي، بترجاك تطلبي مني شي تاني. عن جد؟ ليش؟ إذا ما بتعملي شغلك وبتقتلي أنا بدي أقطعك شقفة شقفة، فهمتي علي؟ خديها فورا، خديها يلا. نلعي مساء الخير للكل أعزائي مستمعين راديو الأمل، أنا عزراء كايا. أكيد استغربتوا ما هيك؟ والله وأنا كمان تفاجأت لما لقيت حالي هون. مرحبا للكل، رفقاتي، حبيباتي، الأويات، القادرات والمحكومات بالقضاء، النساء، نساءنا وبناتنا. بإيديهن المخيفة والمباركة، بأفواههن الصغيرة وعيوننا الحلوة والضخمة، أمهاتنا وزوجاتنا وأحبائنا اللي ماتوا كأنهم ما عاشوا بحياتهم، اللي ما كانوا دائماً على طاولتنا وبيناتنا، اللي حاولوا يتسلقوا الجبال وانسجنوا مشان هالشي، أمهاتنا الموجودين بالزرع والتبغ والحطب والسوق، نساءنا اللي بيسحبوا المحراس والسكاكين المغروزة بالأرض لتطلع النباتات، نساءنا بهمتهم القوية وبجهدهم الكبير وبقلوبهم الطيبة كمان، بدي أقول لهدول النساء كل الحب والأمل. أنت يا صبايا غنية اليوم، بدي شغلها كرمال أختنا يونجا. يونجا اللي راح تتعالج، في شخص فاعل خير اهتم بأختنا يونجا ودفع تكاليف وذكرنا أنه الإنسانية ما ماتت، لهيك أنا حابة أني أهدي هاي الغنية الحلوة لفعل الخير ها. وبعد هاي الغنية رح نحط غنية تانية مشان تتسلوا وترقصوا كمان. يلا يا صبايا. شغل انت وياها؟ استنى استنى
لقيت مكان كتير حلو يا بنت. شو عم يصير؟ اكتشفت مكان بجنن. شو بدنا نعمل هون؟ هالمكان لتريحي راسك فيه. تعالي يلا تعالي رح تحبي كتير. تعالي ظريف. ما نحن شو بدنا نعمل هون؟ شو بيعرفني؟ نتسلى. شو عم تعملي؟ شو عم تعملي مروه؟ أنا مجبورة مجبورة. إيجام 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 شفتي إيجام؟ لا ما شفتيها. شفتي إيجام شي؟ أختي شفتي إيجام؟ ما شفناها. لا والله. شوفي إيجام مهم. طيب اهدي هلا منلاقي. شو صاير؟ حدا فيكم شاف إيجام؟ شفتيها؟ هي كانت هون من شوي. وين يا ربي؟ ايه إيجام تعالي لهون لشوف. شوفي تعالي لهون. وين إيجام؟ ما بعرف ما لهون. ما شفت. شو اللي ما شفتي يا بنت؟ شو اللي ما شفتي؟ انتي ما بعدتي عنا يا وسخة. وانتي ما فرقتيها وما بتعرفي وينها. خلصي وليه؟ قلت ما شفتها. شو صار لك انتي؟ O nedenle kıstı saçlarımın masalı gibi siyahtan beyaza döndü. Çekil.
gelirken umutlarımın önüne sürgün, içim sürgün. Çünkü herkes özgür. Yalnız yalnızın halinden anlar yalnız. Yıldız ağacın tenine balta değdi, kaldıramadı bunu görmeyi, kaydı gitti yıldırız. Yıllar altın çalan hırsız, yaşamak çok bulmaktan farksız. Ben yanımda bugünden tanırım, o yüzden umutlarım tek tek azalıyor sanırım. Artık masallardan uzak duran çocuklardır arkadaşım. Apar topar hazırlanmış bagajım. Şufi şu sayır may, leş hek şekli. عرفت مين اللي قتل إيجان؟ مين بيكون؟ اللي كان حبيبة اسمه قلب. ألو أرهام بيك، تفضل حضرة النائب. وصل تقرير تشريح جثة إيجام. تمام، في شيء مهم متوضع؟ ايه في، رح ابعت لك اياه تشوفه انت. ماشي، رح ابعته فورا. تمام تمام حضرة النائب، شكرا لك. شوفي، تعرف أمها للبنت شو قالت بالسجن قدام كل الموجودين؟ هي قالت اللي قتل لبنتي اسمه قلب وكان حبيبة. لو كانت بتعرف إنه اسم ابني قلب كانت عقد الوضع هون كتير. إيه بس لسه ما عرفت. إذا قلنا قدرة مجنونة يعني معقول يكون ابنها كمان مثل مجنون؟ شبكن إذا كانت الأم مجنونة ومجرمة فطبيعي يكون ابنها مثل مجنون ومجرم. يعني يمكن هيك الموضوع، يمكن بجيناتهم. والله أنا ما بدي يكون عم بظلم حدا أبداً، بس الواحد بيستغرب كتير. لحظة بس، في كتير أشخاص اسمهم قلب، نحنا كيف رح نتأكد إنه هالولد هو ابنه؟ متأكدين جالي هذا هو ابنه. ليش في غير قدرة بتقدر تعرف وين ساكنة بنت لدينيز وين بتدرس واسم ابنه لقدرة قلب؟ برأيك كل هالقصص صارت صدفة؟ معقول؟ أكيد قلب ابنه، واضحة. العمى إذا أنت كنت متعودة على الجرائم يعني هيك بتحرقي مستقبل ابنك كمان؟ شو هالأمومة هيا؟ المهم هلأ شو رح تعمل دينيز؟ دينيز ما رح تعرف. ها، ولإمتى رح تبقى ما بتعرف؟ نحن رح نخبي عنا هالموضوع من غير شي عقلة مو قدران يستوعب شي بنوب. لازم نخبي عنا أحسن ما تعمل شي غلط. والشي الوحيد اللي لازم تعرفه أنه في شخص اسمه قلب. عن شو عم تحكوا؟ ولا شي. قلتي قلب، سمعتكم. عن شو عم تحكوا؟ لا ما ذكرنا هالموضوع، عن شو بدنا نحكي يعني؟ انت قلتي انه اسمه قلب ونحن لسه ما وصلنا للشي روقي. تعي 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 قعدي معنا. لا رايحه على غرفتي. هالشي ما بينسكت عنه، رح حاكي ميليس. شو بدك تقولي له؟ اكيد مو نحن بس رح يخطر على بالنا انه قدرتي هي امه لقلب. أنا رح روح وأحكي مع المحامي أو النائب أو المديرة، لازم الكل يعرف ونتساعد سوا لحتى دينيز ما تعرف شي بنو. أنتوا روحوا واتطمنوا عليها. طيب تمام، يلا يلا ماشي. بس هي مو شرطة ولا نيابة، وإذا عرفت لك أخ يا قلب تعرف إنه هي اللي ممكن يخطر على بالها ما رح يخطر على بال الشرطة بنوب. إيه شو الحل؟ لازم تروح من هون فورا، لازم تبعد قبل ما تجي الشرطة لعندك وتاخدك، فهمت؟ ولوين بدي روح يعني؟ ابني انت مو قلت لي بدك تسافر برات البلد؟ انا رح اقول لوجدي زبطها. انا كنت بدي سافر مع إيجام، انت ما قبلتي. اسمعني منيح، لا بقى تجيب اسم هالبنت بنوب على لسانك. شو كل شي عملناه على الفاضي؟ اه؟ عملنا هيك لتجي الشرطة وتاخدك بالاخير؟ ما في شي اسمه برات البلد، انسي هالموضوع. اسمع قلب، معناتها رح تروح على مكان ما بتعرفه الشرطة، شي مكان ما حدا قادر يوصل لك وانت فيه. اسمعني منيح قلب، لا تطمن كتير لانه هن حققوا معك وبعدين طالعوك، فهمت؟ القصة مو بهالسهولة. عيونهم عليك هلأ، اسمك عم ينذكر دائما قدامهم. انتبه،
لا تطلع مشاوير هالفترة وخليك منتبه. ايه؟ اصحك عمل شي، دور على شاهد معك، حاكي محاميك مثلا، عمل اي شي وتصرف، عمل اي شي. قلب رد علي ابني، سمعني صوتك. ايه تمام 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 خلص. ليك اسمع ابني، اذا انت بتفوت على السجن انا بنهار على الاخر. انا بنتي، انا فنيت عمري جوات هالسجن كل هالسنين وانا محبوسه هون بس مشانك انت. ليكون ابني قوي ومنيح، انسجنت وحرقت عمري، انا هلا عايشه. كرمالك انت يا عيون امك، كرمالك انت بس حبيبي. اذا بصير لك شيء مستحيل اتحمل، ما بقدر. روحي، لا تخرب كل شيء ببوس ايدك. اسمعني منيح يا عيون امك. تمام امي، راح اتصرف خلص. دينيز بتعرف انه اسم القاتل قلب، بس ما بتعرف انه ابن قدرت بيكون اسمه قلب، لهيك ما ربطت الامور ببعضها. بس اخرتها رح تعرف، واذا عرفت شو ممكن يصير اساسا نحن بالزور عم نقدر نهديها. اي بعرف، لهيك منيح انكم خبيتوا عنا هالشي. بس يعني لامتى رح نبقى ساكتين؟ بتعرفي انه ما في سر بيتخبى بهالسجن. بشو عم تفكري عزراء؟ عم فكر بلكي منتعاون مع بعضنا. منتعاون؟ يعني طلعتي بتعرفي انه في هيك كلمه بالدنيا؟ اكيد انا بعرفها، بس كل شيء بوقته حلو يا خانم. المهم نحن بنعمل كل جهدنا لنسكت نسوان السجن، بس ما رح يكفي هيك، انتو لازم تساعدونا كمان. ما في اي مشكله. بالنسبه للاداره انا بنبه الكل على التحذيرات هي. ايه، وفي المحامي والنائب كمان لازم يعرفوا وينتبهوا كتير. محامي دينيز شخص ذكي، انا بحكي معه. واما بالنسبه للنائب هو دقيق بشغله كتير، اكيد ما رح يخبر دينيز اي شيء ممكن يحرضها. تمام. وشو مشان قدرت؟ هي سبب المشكلة وأصل الشر كله، ولساتها قاعدة بيناتنا لليوم. وبعد ما سمعت دينيز عم تقول قلب ما رح تتركها بحالة، رح تحاول تأذيها وتضرها. تمام عزرا، أنا بعرف شو لازم قله للنائب. يعني هو رح ينقل قدرت على مكان تاني؟ هذا شغلي عزرا، أنا بقرر. فيكي تروحي. شكرا إليك. أنتوا حاولوا تخلوا دينيز بعيدة عن قدرت، أنا رح تكون عيني عليهم، تقدروا ما هيك؟ أكيد. تمام. يعني إذا هلأ دينيز بتعرف شو علاقة قدرة بقلب فهي مشكلة كبيرة. إيه، هذا اللي خايف منه. لازم نبعد قدرة عن هالمكان بأقرب وقت. رح حاكي النائب وخبره، وإنت خبر الكل بالاجتماع ونبههم. تمام. أكيد رح لاقيك حبيبتي. إجا المحامي. يلا دينيز، ما لازم تعرف إنه حبيب بنتها بيكون ابن قدرات بالوقت الحالي طبعا. بس هي ما رح تطول بنوب لحتى تعرف. معك حق، بس كل ما أنت تأخرت بيكون أفضل أرهام بيك، وأنا بهالأثناء رح حاول إنقل قدرة من هون. فهمت، يعني بدك مني خبي عن دينيز مزبوط؟ إيه. أرهام بيك بعرف إنه ما بصير تخبي شي عن موكلتك، هذا مبدأ مهني. بس نحنا ميليس خانم، المبدأ ضروري لحتى يحمي الناس ويساعدهم بحياتهم. أنا كل مهمتي خليها تطلع من هون، ودينيز وقت تعرف القصة ممكن تعمل تصرف في آخر طلعتها من السجن. نحنا هذا اللي خايفين منه. بعرف، لهالسبب ما رح خبرها. شكراً كتير أرهام بيك، شكراً إلك. غلطك خلص بكفي بقى ناجية، قريبة لصوت. نظارتي مو معي معلمتي. بعد تعالي. ذلك ماذا حصل؟ يلا تحركي. شو في حسون؟ معلمتي هلأ أنا سمعت شي لازم تعرفي ضروري. ايه شو هو الشيء الضروري؟ عم يقولوا انه رح ينقلوكي قريبا. مين ولوين رح روح؟ مين رح ينقلني؟ شو سمعت ومن مين وشو يعني كل هذا الكلام؟ ميليس خانم طلبت من النائب، طلبت تنقلك من هون وهو وافق. رح نشتاق لك كثير. حسون
نحن في عنا مثل مشهور، هالمثل بيقول ركبت العروس على الفرس وقالت وينك يا نصيب. تعرف شو يعني هالمثل؟ يعني ما في شي لسه بنوب، ما في ولا قرار جديد هلأ. يعني انت استعجلت كتير حسون على هالفرحة. عم تفهم شو عم بحكي؟ عم تفهم شو عم بحكي؟ خليها للنصيب لكان يا نصيب. أنا رح ورجيك، رح خليك تفهم كتير منيح. بسيطة. أنا بعرف إنه ما في شي ممكن يفرحك هلأ دينيز، بس في عندي خبر منيح لك. وأخيرا قررت المحكمة تسقط الدعوة بقضية الست نهال، يعني هي براءتك. العدالة، لو بينت هي العدالة بوقتها كنت برا السجن مو جواته، وكنت موجودة مع بنتي، وكنت عم أحميها، وما كان صار فيها كل اللي صار. معك حق، كلامك صحيح. شيلنا من قصتي، أنا بدي أعرف شو اللي صار مع بنتي. لسه عم يقولوا إنه انتحرت؟ لا، تقرير الطب الشرعي قال مو انتحار. مو انتحار. أنا بعرف أساساً، بعرف إنه هي ماتت مقتولة، وبعرف مين اللي قتلها كمان. اهدي دينيز. عم قلك بعرف، بنتي قتلها الشاب يلي كانت تحبه، اسمه قلب. مجرد احتمال دينيز. لا، هاد مو احتمال. أنا حكيت إيجام بوقتها، بتذكر كانت متوترة كتير، قالت لي إنه انفصلنا لأنه ما بيناسبني بنوب يا أمي. وأنا سألتها في شي تاني ما خبرتيني إياه، كتير سألت عن هالموضوع، قلت لها بترجاكي لا تخبي عني. بنتي كانت خايفة تحكي. دينيز اسمعيني شوي. دينيز لسه في شرطة وفي نيابة، في أنا والإدارة، كلنا مستنفرين بهالوقت، ورح نعرف مين المجرم قريبا. مو معروف مين هاد الشاب يلي اسمه قلب؟ أنا بنتي ماتت أرهان، أنا بكون أم، ما في عندي غير معلومة واحدة عن موتها. قلب؟ قلب مين؟ قلب مين؟ ما في عنده كنية يعني؟ دينيز اهدي، أنا محامي، وللأسف الشرطة ما بتخبرني بهي المعلومات، ولسه التحقيق مستمر. يعني أنت ما بتعرف ماهي؟ ما بعرف بنوب. ما بقى تحاكيني لحتى تعرف لك. دينيز بدي قلك العمر لإلك. تسلم. طبعا أنا ما بقدر حس بوجعك، بس أنا خسرت ناس بحبها كمان، لهيك العمر لإلك. شكرا. الحمد لله رح ياخذوا هالشيطانة أخيرا، رح نخلص منها. رح نخلص من قدرت. لحظة بس، شو عم يقولوا؟ شو صاير بقدرت؟ رح تروح. ليش؟ ميليس خانو مقدمت طلب لتنقلها. يعني الأسباب كتيرة، بس ليش هلأ؟ ما في شي محدد دينيز، يعني هيك بدها المديرة. بس هي يلا. مروة، ما هيك؟ جاوبني، قدرت هي اللي بعتت مروة تقتل بنتي، جاوبني لو سمحت. دينيز اهدي شوي، اهدي هلأ. لو هيك كنا عرفنا، نحن ما منقدر نخبي شي عن السجينات، تعرف؟ يلا بقى خلصينا انتي ورسمتك. روجات لوين رايحه هيك بسرعه؟ رايحه مشان احكي على الراديو، متوتره. معناتها لازم تسمعينا غنيه حلوه. بنات سمعتوا قدرت رح تروح من هون؟ الكل عم يحكوا، حتى بالحمام كل العالم عم يحكوا بهالقصه. ان شاء الله. امين. منيح كتير، لانه ما كنا رح نقدر نهدي دينيز بنوم. التيتا قدروتي صارت ذكرى من الماضي وأخيرا. يلا أنا رايحة. وقفي وقفي، في حدا منكم معه محرمة؟ أنا معي. أعطيني.
رح أطلب غنية تناسب اليوم وأهميتها ورح أكتب لك اسمها على المحرمة لتحطيها. امسكي حطي لنا هاي الغنية، حلوة كتير. انت بتعرفي عزراء اني انا ما بحب هالنوع من الاغاني. غيري ذوقي يعني، مشاني انا شو رح يصير عليكي؟ شو؟ مو معقولة، مبسوطة بحالها، عايشة الحالة كتير. اسمعوا لي هالغنية شو حلوة. بدهم ينقلوا قدرات. ايه هذا خبر حلو. ليش هلأ؟ هالمرة لهلأ ما تعاقبت على الشي اللي عملته، ليش هلأ؟ ايه خلص صار لازم يعاقبوها يا روحي، تأخروا كتير لحتى نقلوها يعني. معقول القصة متعلقة بمروة؟ آه؟ معقول عرفوا إنه قدرت هي السبب مثلاً؟ وعم بيخبوا عني؟ مو معقول أبداً. أساساً أنت بتعرفي إنه ما في شي بيتخبى عن السجينات بنور؟ يمكن أنتوا اللي عم تخبوا عني. معقول أختي دينيز شو هالحكي هاد؟ معقول نخبي عليكي نحنا؟ تعالي عدي. اهدي شوي دينيز، أنت هلأ متوترة. انتباه انتباه، صار وقت التنفس. انتباه انتباه، صار وقت التنفس. امشي مطلعن شمها. لا، ما بتحمل شوف منظر هديك المرأة. بتصدق ارتفع ضغطي لـ18، حاسة حالي رح موت خلاص. لك أنا ما بقدر أخبي أبداً. ليش خليتيني أعمل هيك بهالمخلوقة؟ يا الله منك يا عزراء. خلاص يلا امشي نطلع نشم هوا وبترتاحي، بس لازم حدا يبقى هون. يعني انتو عم تخبوا شي عن الخالة دينيز مو هيك؟ معقول هالحكي؟ بنتي قلنا لها هيك لأنها مزعوجة. يلا 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 طلعي مع أمك هلا. يلا بنتي أنا امشي. ببقى انتو روح. عازو بدي أسألك سؤال. سأليني بس بدون ما تعصبي. تمام؟ ايه ماشي. مو مبارح نحنا حضرنا حالنا وأخذنا سلاح مشان نروح نقتلها لقدرة، بعدين شفنا هالبنت الغبية وقالت لنا نرجع وتراجعنا، وهلأ بدك ياخدوا قدرة على مكان تاني وبتقولي لدينيز لا أنت عم تتوهمي وإنه رح تتركيها تروح خلاص؟ معقول تكوني تغيرتي ونسيتي شو اتفقنا؟ شو القصة؟ اسمعيني حاسو، الموضوع مو صعب لهي الدرجة. أنا بآخر فترة كنت عم فكر بالقصة. نحنا شو عم نعمل هون؟ يعني خلينا نخلص ونطلع. هذا المكان مو لقلنا، برا في حياة أحلى، في أحلام نحلم فيها وفي أشياء كتيرة نعملها. نحنا مو هاد طبعنا. الله ياخذها لقدرة. مين هي لحتى تحدد مصيرنا؟ نحنا عنا أحلامنا الخاصة ولازم نحقق كل شي بنحلم فيه. معقول نبقى عايشين هون؟ ما مليتي من المشاكل والخناقات؟ دينيز ما بقى لها غير كم شهر، خليها تخلصن وتطلع نظيفة، ونحنا كمان حاجتنا بقى، منخلص حكمنا ونطلع. شو بيعرفني هيك عم فكر؟ غير إنه مو غلط الشي اللي عم نعمله نحنا. ما بعرف، يمكن كلامك هذا كله مظبوط. شو هذا؟ لك ناجية؟ لك يقطع عمرهم ما أغلظهم بعدين لهدول الغبية. يلا يا بنات يلا 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 يلا. كيفكن اليوم؟ نحن هلأ على البث من راديو الأمل، رح نبدأ صباحنا مع غنية. إذا سألتوا ليش هالغنية رح أقولكم اللي بيعرف بس هو اللي بيفهم. ايه وشو بدنا نفهم؟ خلونا نسمع الغنية الحلوة قادمة من أسمران. حبها كتير، برافو. شو في قدرة رح تفقد عقلها والله. ستي بهديكي هالغنية كتير مناسبة لإلك ولهاليوم المميز. ولك يا محناية خليتيني اتأثر كتير والله، يعني وأنا عم بستنى الحب من حدا ثاني انتي عم تعطيني حب كتير هلأ. ايه والله مشكورة. ايه معلش خليني اعطيكي الحب باخر ايامك هون. Aldın aklım başımdan bakamam el yüzüne. Yollara düştüm ben senin yüzünden. Ey ırkısın yollar ırkısın.
اجت الاميره الصغيره. تعي حبيبتي تعي. يلا حبيبتي يلا. ايوه يلا. düşümde gördüm seni vardım tuttum elini benim yarim olmazsan şu hada كأنه حافظين كثير معلمتي. أوه والله هالجو اليوم كثير حلو لحتى الواحد يروح من عنا. يلا قصر 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 قصر. ما عم تسمعي الموسيقى؟ ما بدي ضل حالي أنا بخاف لحالي أمي. والله أنا ماني ناوية أتزوج أبدا، بدي نضل سوا كل العمر. هي كان عندها حبيب اسمه قلبي. لا هداك ما بقى حبيبي خلاص، نحن انفصلنا.